حفيز كاريمي هادي بدا يودا كيوكا يا ور صحافته سو ساري waxa uu ku sheegay in master michel in loo magacaabay safiirka cusub ee u qaabilsan wadankaasi UK wadanka Soomaaliya michel ayaa bedeli doona master kayti oo xilkaasi hayay tan iyo bishii February 2022kii master michel ayaa xilka la wareegi doona bisha May 2023 sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda ee wadankaasi UK michel ayaa ah diblomaasi rugcadaaya oo xil dhowr ka soo qabtay xafiisyada arrimaha dibadda ee ugu dambeeyay إن وها قسولكي قود إيه أغاسيمها غناحسيغا يمال غشيغا يقسولية دي يوكي إميلانا إتالي لبادي كون يلابي يلاباتنكي إلا لبادي كون يسدح يلاباتنكي وحو سيدو كلانا كسو شقية سفاردة يقسولية دي يوكي إيه دلالكا إيكميد كيهين باكستان أفغانستان غريس سعود عربيا يودن كغانا وحانو حيل كالوريك دونا بيشا مارج لبادي كون يسدح يلاباتنكا أيا لغو يلي واركن قرالكي كسو بحي ودن كاسي يوكي كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولا سودك ابك دهبشيل سياد سي فضول لعقو قدرتو مركا ادلا سودك تو ابليكيشن كدهبشيل اير لعكا ديريسو استعمال كورك خدمة لانتا اي تري فري وكو سهلية ان ستح تشيري وغور ريا اي اير لعك ديريسو ان وح خدمة اهلقا قادم دهبشيل هول فضاي دي هاقا مالية ديد واو اسمي الكيسو في عيسا حيو متكيشي سما ما شاء الله ساح محاس كوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كشوفان كرتا شن بات كشوفان كرتا شن يتون بات كشوفان كرتا لبات هم بات كشوفان كرتا